انا سمعت ان حاله وهي طفله رضيعه لما كانت 6 كيلو كانت بتنام على صوت الغنى وتصحى على صوت العياط. هقول لك لا انا كان معرفش بيسموها ايه المرجحه اللي بيحطوا فيها البيبي لما ينام البوسات عندنا بالفرنسي. فكان بيحطوا لي راديو صغير جنبي علشان اسمع مزيكا وانا نايمه. انا ما كنتش طبعا فاهمه بس انا حاسه ان دي مزيكا. بس فلما يطفوها اقوم اقوم واعيط فيشغلوها ارجع انام تاني. فعشان كده انا بحب المزيكا قوي. بتحبي المزيكا وشايفه ان انت في المعهد بتتجهي لدراسه برضو اللي هي الادوار اللي هي استعراضيه غنائيه راقصه. انا بحب قوي قوي الاستعراض, بحب الرقص قوي. انا سمعت انك مقلده جيده. مقلده جيده يعني مش مقلده جيده قوي. ونيلي ايه ده والله وسيلين ديون. سيلين ديون دي مغنيه. لا انا لا انا مش مقلده جيده قوي بس بحب اتفرج ولو حركه عجبتني اقعد اتمرن عليها اعملها يعني. بحب قوي اي كنت بقفل عليا باب الاوضه واقعد لوحدي ارقص واشغل الكاسيت وطفي النور اعمل جو كده. بتغني وترقصي على ايه؟ حاجات كتير كل حاجه كل انواع الميوزك يعني. مزيكا انا سامع مزيكا. ايه يلا بقى في مزيكا بتعزف زي ما لا اوعي انا مش لا اصل انا لازم مفيش لا كل حاجه لا لا اصل هرقص هعمل ايه لا لا يعني هنعمل ايه. برافو حلا 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 مزيكا حاجة. أستاذ أحمد شيحة ممكن تفضل شرفنا عشان تشعر بالاطمئنان. بابا هنا وقال لك ارقصي. تفضل أستاذ أحمد شيحة فين؟ فنانة استعراضية خلاص بابا أحمد سيمفوني على اي حاجه موسيقى سيمفوني هترقص عليها. واحده استاذ احمد شيحة اولا احنا مرحب بيك مش هنعتبر بتحب الحركه لو اي حاجه سيمفوني او اي حاجه كلاسيك هتعمل عليها حركه اعملوا لها موتزارت اعملوا لها ده اوردر خلاص ده اوردر من بابا. دقيقه واحده بابا الاستاذ الفنان التشكيلي الفنان التشكيلي احمد شيحة النهارده بنقول لك مبروك على نجاح بنوتك الجميله دي. وطبعا مش هنعتبر ده لقاء احنا لينا وعد تجيلنا نتكلم على الفن التشكيلي بس احنا عايزين ده اوردر من بابا والمخرج اوردر. حلا هترقصي على مزيكا كلاسيك؟ يلا 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 على فكرة على فكرة هلا هي جت علشانك. أنا هي بتخاف قوي من التلفزيون ومن خاف من التلفزيون والانترفيوز والحاجات دي. هي عشانك هي حالة بتتكسف جدا حتى في الاستوديو بس أنا شخصيا أول مرة أشوف الرقصة دي. أول مرة والله أشوف إمكانياتها كده يعني لو كان كده كنت خليتها في فرح من الأفراح عملت أصل أنا يعني
لا بس دكتوره منار ما كانش ممكن ترقص الرقص ده. لا لا انا عارف شي حيل هنا بترقص يعني زي العصفوره كنت جد انت لا لا انا بحب اعمل حركه بس يعني ما بعرفش ارقص بلدي قوي بس احب اعمل حركه مع المزيكا بشوف بقى بتخيلها وبتطلع ساعتها مش عارفه. لكن حكايه الكسوف دي ايه حكايه الكسوف؟ الحق يا اخوها عامل ايه؟ يعني بابا واخوك عاجين ومكسوفه ها؟ عامل ايه طيب؟ تعمل فيها ايه؟ مش عارفه والله. انت شربي كويس. وفعلا هما زي الاخوات في الحياه يا استاذ احمد. هو احمد انا بعتبره زي ابني فعلا. ايوه. وانا دائم باستمرار ان انا اسمع اخباره وهو بيجي لي باستمرار. ده حقيقي. وبيحكي لي على الحاجات اللي بيعملها وانا اي فنان بيبدا اتمنى ان هو دايما يدور على الخطوات اللي تعبر عنه وتعبر عن جيله بشكل صح يعني. ايوه. انا شايفه ده النصح لاحمد يعني. هقول لك انا شايفه بصي الفنان لازم يكون شامل لازم يكون بيحب يعمل كل حاجه. ايوه. على طول يجي له افكار على طول عايز يعمل حاجات جديده. ف يعني شايفه مش بس لازم يمثل لازم يمثل حلو انه يغني يأدي حلو يسمع مزيكا يتفرج على شكل السماء يشوف يعني الشجر شكله حلو ازاي يعني يكون متامل بطبعه حتى مش بس الفنان احنا كبشر يعني لازم نكون متاملين قوي يعني نكون بنحب كل حاجه حلوه في الحياه. فيلسوفه مش صغيره جدا ولا يعني معرفه بتتكلم كويس قوي اهي وبتقول معرفه تتكلم الانترفيوهات تتكلم اول مره اتكلم اول مره اتكلم كده والله متامله حبيبه قلبي